السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكما؟ الحمد لله. ما رأيكما يا إسلام وهمام أن نمثل لأصدقائنا قصة الهدهد الذي سرق حبة القمح من النملة؟ نعم أنتما جاهزين؟ نعم طيب، من سيأخذ دور الهدهد؟ أنت يا همام؟ من سيأخذ دور سليمان؟ أنا. طيب، لنبدأ، تفضل. وقف الهدهد في باب سليمان به الله، قال: يا مولاي، قل لي، عيشتي صارت مملة، ذقت من حبة بر حدثت في صدري إلا لا اليوم الذي ترويا ولا أول جزا، وإذا دامت قليلا قتلت من شر قتلة. فأشار السيد العالي إلى من كان حوله: قد جنى الهدهد ذنبا وأتى في اللؤم فعله، لا والعبة إلا سرقت من بيت نملة، إن للظالم صدرا يشتكي من غير إله، إن للظالم صدرا يشتكي من غير إله. ما شاء الله، فعلا إن للظالم صدرا يشتكي من غير علة. جزاكم الله خيرا. ماذا نقول لأصدقائنا؟ لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. بارك الله فيكما، السلام عليكم.